وللحديث عن هذه المعارك معنا من الحدود السورية الأردنية محمد الحراني مراسل أخبار الآن. محمد، مساء الخير، أهلا بك معنا. بحسب المعلومات التي لديك، من أين سوف تنطلق غرفة العمليات الموحدة وما هي استعداداتها حتى اللحظة؟ نعم، هناك مساء الخير. كما ذكر الزميل يمان أن هناك في منطقة التنف، هي منطقة تتمركز فيها القاعدة الأمريكية في تدرب القوات المعارضة في الانتفاضة الجنوبية المتمثلة في جيش مقاول الثورة وألوية الشهيد أحمد عبده وجيش أسد الشرقية. هذه الفصائل التابعة للجيش الحر تم تدريبها على مدى 6 أشهر من الآن، حيث هذه القوات هي ستنطلق من منطقة التنف الحدودية ما بين الأردن والعراق وسوريا باتجاه منطقة البوكمال، باتجاه منطقة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. الجدير بالذكر هناك أن هذه المنطقة كانت تشهد الأيام الماضية معارك عدة ضد تنظيم داعش في منطقة البادية الشامية، حيث تمكنت المعارضة من تحرير بمسافة بعمق 120 كيلومتر من البادية السورية من الحدود الأردنية، تم السيطرة عليها من قبل المعارضة المعتدلة المتمثلة في الجبهة الجنوبية وجيش حرارة العشائر. اليوم هناك بعض الفصائل كجيش أسد الشرقية وألوية الشهيد أحمد عبده تقوم بمعارك اسمتها الأرض لنا ضد قوات إيرانية وميليشيات طائفية تتمركز في البادية وتحاول التقدم باتجاه مناطق واسعة في البادية، كان آخرها الأمس حيث تمكن القوات المعارضة من السيطرة على بعض النقاط العسكرية التي تقدمت إليها الميليشيات الإيرانية. الجدير بالذكر هناك أن القاعدة الأساسية لانطلاق هذه القوات هي قاعدة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية. إذن شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد الحوراني، حدثنا من الحدود السورية الأردنية عبر الهاتف.